هاي علي هاي لي هاي لي هاي لي هاي لي هاي لي يا زوج زوج هاي زي وحدة هاي هاي جي 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 زوج زوج وحدة شفتها كان هاي كوبي يا وش هاي زوج زوج مسخ الفاري طيرتو معها شش شش احنا باهية هاي دو كوبل كرونثا كوبل تعمى قلو كيك 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 ها ذا مخ على بالك وين راهو يسكنه هذه السر هاي وين تبات ها هاي ولا غرها ها متخبيين ها هنا نعم على بالك تضرب تقرص الواحد تطلق كروشي واحد تغرصه في بنادم بلا فرابي بلا فرابي لهنا عند من هنا عندها واحد برك هذا يطار لها شوف كش ما عضت عندك لهنا وعندها زوج ها شوف طلع باهي شوف السم شوف 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 لا السم ها شو السم ها شوف لا غيره ها ودي قاعد اقع السمن تاعو شوف درت شو مدلو انا دخلت في الماء غرقة السلام عليكم انا علي من قري من بلديه مشونش عندي صاحبي عزيز كل عام يجيني في لا سيزون هذه تاع الصيف نشرشيو عليه كوبرا نشرشيو على ماكرو في الفتره تفرحنا الطبيعه نلقاو ماكرو نلقاو كوبرا عزيز صاحبي هذا من غردايه عنده حديقه تاع الحيوانات اسمها حديقه الزواحف في غردايه السنه كي جا لقينا حلفنا الحظ لقينا كوبرا ولقينا ماكرو لقينا حتى كما نقولوا احنا الحنوش هذمك اللي ما فيهمش السم كما يقولوا له قرينا الشويث الزريق ساعه لساعة نشارشيو وما نلقاوش لخطاش صعيب شويه لي زون دروا تاع الكوبرا باش تلقاها والماكرو راهو اكثر من الكوبرا تما هو راهو سيد التخفي صعيب باش تلقاه ما حتى اللون نتاعو مع الطبيعه اللي يعيش فيها ما يبانش كاع ماشي كما الكوبرا كاين كونتراستيه نوار وكاينه في ضرب الروج هكا بالمارون الشيء اللي باغي نقولوا على الكوبرا نتمنى من المواطنين انهم ما يلعبوش معها راه ماشي حاجه سهله راه صح يشوفوا فيها هكاك دي فوا كاينين الناس ما يعرفوش الكوبرا هذه ماهمش عايشين في لي زون دروا تاع الكوبرا كي يشوفوني نلعب معها يبان لهم شغل حاجه سهله يروحوا ديريكتوم ويعاد يلوحوا يديهم يبان لهم شغل حنش ما فيهش السم خلاص نحاول اني نفهمهم ونقول لهم باللي راهو السم تاعها راهو 1 غرام يقتل 10 عباد ماشي عبد واحد دي السيره ويقتل عبد دي بنادم كاع في 20 دقيقه باراليزيك تسمى قادر تخليك واش يسموه حتى في البلاصه هذه نقولوا احنا كي تكون خرجت لبرا في الطبيعه قادر ما تلحقش روحك حتى تخرج ترجع تروح للسبيطار ولا تعالج وما كانش البرا تاعها خلاص في الجزائر باش واحد يدير حسابه باللي راهي البرا تاعها ماشي كيما العقرب وكيما الماكرو وكيما اللفعه تاع القرون كاع هذا ما راهم عندهم البرا تاعهم عندك السيروم هذا تاع الكوبرا راهو حاليا في الجزائر درك ما راهمش يصنعوا فيه نحاولوا انه احنا نلمدوا الشيء المستطاع من هذه الكوبرا
ونمدوها لهم هذا المخبر باستير باش يخدمونا البرا هذه، وماذا بينا يخدموها لنا في اقرب وقت. انا تعرضت للقرص تاعها الكوبرا، وتعرضت للقرص ديرنيرمون ثاني تاع الماكرو. الماكرو ضرني بزاف، الكوبرا تما برسك ما طلقتش بزاف السمره، خاطرش كاينه في يدي في الساكا تاعها، مع حطت النيبان تاعها جبتها منعت منها، كنت ندير الامان فيها ودرت لها تما الظلمه ديما. هي عندها واحد لا تكنيك، دير روحها دايخه كي تحس بالظلمه تعاود ترد روحها، تبرمج روحها شغل راهي في الظلمه، تولي تتحرك تبوجي، كي تعاود تشوف الضوء تولي تحبس. درت فيها الامان مره، درتها تحت التريكو لهنا، دارت عليا قرصتني معها، هي تحس بالسخانه، وكنت هذاك نصيد طالع بها شويه. الحمد لله رانا منعنا منها، مصح على بالي بلي مره اخرى قادره تديني. وتما عندي كل روح رياضيه بكل فرح وسرور، نتمنى اني نموت موتة سريعه ولا نموت ونبقى متمرمد. الكوبرا هذه راهي قبيحه بزاف، وبلاكم بلاكم انكم تلعبوا معها ولا ديروا الشيء اللي راني ندير فيه، حاولوا تيفيتيوها وماكسيمو. هي راهي في الطبيعه تاعها بعد راهي ما تشتيش بنادم، وما تعيش في زون دروا تاعها، في زون دروا تاع الناس. دي فوا صح تروح تلقاها كجو ملائم ليها، تعيش في الجاردات، دي فوا تشم الريحه ولا نعرف كيفها راهي. المهم تدخل حتى للديار، ساعه لساعه نجبدها من الديار، جبتها حتى من الباطيمات، جبتها من بريمير ليطاج، جبتها من ما تصورش وين عاد تلقاها الكوبرا. المهم واحد ديما يقرا حذرو، لاخطرش راهي هي تما كي تقرب لها بزاف راهي تدافع على روحها وديفوندي على روحها، ما تستناكش كاع. واللي قاساته راهو ما يستناش بلي انه عاد يلقى علاج في السبيطار، ولا يقول بلي انه عاد يمنع علاج، يحاول انه ديما يفيتيها ماكسيمو. وماذا بينا وماذا بينا انه كي يلقاوها يعيطوا لنا، رانا نفرحوا بزاف كي نلقاوها، ردوها ريكيبيريوها نحطوها عندنا، ولا ردوها للطبيعه خلوها تعيش وتكاثر، لاخطرش هي راهي كائن حي كما هي كما اي كائنات حيه. هنا رانا في بسكرا في لون دروا تاع الكوبرا، كاين انا دو موديل برسك اسمها ديكوفرينا، لو كوبرا ولو ماكرو. ولو كوبرا هذه واسمها ناجح حاج، تي لو كوبرا الجيريا عايشه هنا في بسكرا. وكاين لفعه واحده اخرى واسمها لو ماكرو، ماكرو في بيرا، تلحق حتى الدوماتر، الدوماتر 10. هادو كاع بارمي لي بلي دونجيرو دي سيربون هنا عندنا في الجيري. هنا اكتيالمون لون دروا هذا رانا نديرو عليهم لا ريشيرش، تقريبا رانا في 10 ايام هنا ديجو. اسمها ديكوفرينا ان كوبرا وماكرو، وما يسهل تما فيها تعب بزاف باش نلقى وحده نتعبو. ورانا شاك فون ديكوفري ولا دي زيسباس. ولا سبيسياليتي تاعنا في الزواحف، رانا في غردايا في حديقة خاص بالزواحف، ورانا نسيو لو ماكسيموم كيفاش من نلمو لي زيسباس تو تو سكي لي هنا في الجزائر هنا، باسكو الدومين هذا سي فاست. وشاك فوا تقريبا شاك اني رانا نفيزيو ان سباس ندير عليه لا ريشيرش باش نجيبوه، والناس تجي للحديقه ثاني تشوفوه وتعرف ويشوفوا واش عندنا كاع في الجزائر. فارت لعب معاه شويه جمال، يطلق روحه ويدير روحه دايخ باش تروح تبعدو خنفوسه الكحله هذيك، تضربها شويه كيما هاك، دير روحها دايخه كيما هاك، ما تبوجيش كاع، تتبعد شويه هي تتحرك حتى هي ها تروح هذيك ميتة، شفتها ميتة، شوف فيها كاع ميتة خلاص كيفاش ديرها؟ خليها روحو. كاين ديفيرونس بيني وبين علي، انا نتعامل معاه بالماتيريال ونتعامل معاه بحذر، مي علي شويه يحب يلعب معاه بزاف، يحافظ شويه الكاركتير تاعها،
مي انا من جيتي مهدبيه ننصحو ما ايفيتي لو سيستم هذا باسكو علي ما نحبوش يتقاد بالكوبرا باسكو لو كوبرا هذه ما ترحمش حاجه سي نورمال هي ربي دار لها لا ديفونس تاعها راهي معاك مي في اي وقت قادر تسمى تخلع.